الهلال وأبرى بالجهة اليسار إلى الدوسري، الدوسري بنطلق الملعب إلى تمريرة تعود من الهلال من مصعب الجوير، وصل في وسط الملعب مالر الكرة بالجهة اليسار، المحاولة الهلالية خطيرة والتسديدة مرة مع الهلال في البطولة العربية، لكن بيتر الجوير يلعب كرة إلى مالكم، مالكم يأخذ الكرة إلى محاولة الهلال، مالكم في انطلاقة، مالكم مع الكرة يبحث عن زميل في انطلاقة في محاولة ملعوبة هلالية فيها للزعيم، يلعب كرة إلى مالكم، مالكم حافظ على كرة، ينطلق مالكم بتمرير روبن نيفيز يلعبها للجهة اليمنى، مالكم يحاول المرور، مالكم عدى يبحث عن فرصة للتسديد، الله باسم وقف من أمام كرة مالكم الرائعة والقوية، يمرر الكرة في اليسار إلى ناصر، ناصر لعبها عرضية مالكم، جول لعبت على الجهة اليسار، الدوسري إلى مالكم، الكرة ومرت بالجهة اليمنى واصلة إلى مالكم، مالكم تمريرة تعود إلى مالكم مرة أخرى، العرضية والرأسية مرت إلى الجهة اليسار واصلة للهلال من الطرف الأيسر، مالكم اعتبار الكرة اللعب طويلة في الأمام واصلة باتجاه مالكم، لعب معه في بوردو في فريق واحد في الدوري الفرنسي، الكرة إلى مالكم ومحاولة والتفكير للتسديد، الكرة لأبا في انطلاقة والمحاولة التفكير بالتسديد اليسار، الكرة من البريك ملعوبة إلى مالكم، مالكم عدى وتسديد، الله الله الله، التمريرة رائعة باتجاه مالكم، مالكم يعرف يتصرف، الهلال يبحث عن الانتصار العاشر، الكرة اللعب عرضية في منطلق اللعبة للأمام، الكرة من البريك إلى مالكم، التسديد من مالكم، الهلاليين يبحثون عن فارق هدفين، الكرة اللعب بعرض الملعب من مالكم، الكرة اللعب طويلة بالأمام، مالكم يأخذ الكرة في الجهة اليمنى، مالكم يمرر اليسار بحثا عن مالكم، سيطر على كرة من اليسار، ينطلق فيها مالكم بالجهة اليسرى واحد ضد واحد ومالكم، ومالكم يرجع كنو إلى محاولة إلى تمريرة راحت لمالكم، الله في الأيمن إلى تمريرة رائعة من كنو، مالكم هوبا جول، مالكم عند المحاولة في الوسط أيضا في مكانه بشوط المباراة الثانية.